السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم عمر بيسا، جزائري مقيم ببلجيكا، الجيريان دو سوش بيان سور. فيديو على الهوية ولا الهوية ولا الهوية، أنا نفضل نقولها الهوية باسكو ماشي هوية. الهوية تاعنا باينة، شعب الجزائري مسلم وإلى العروبة ينتسب. شفتي فيديو ريبونس ان امي كو جي لاستيم بوكو، الاصل تاع الجزائري. اذا بغينا نتكلموا على الاصل تاع الجزائريين، اذا كان هذه المشكله تاعنا في الاسباب اللي خلات الجزائر مطروحه وكاع، اذا كان قضيه الهويه، اصل الشعب الجزائري عربي، الشعب الجزائري مسلم الى الاوروبا ينتسب، الاصل الثقافي. لكن الاصل تاعنا الجيني، كي نتكلموا على الجين او المورثة، معروف يعني نسبة اكثر من 80% من سكان الجزائر هم امازيغ. الاصل عندهم جان تاع امازيغ، ربي سبحانه خلق وفرق، خذوا ايزون بري ديزيشونتيون، مجموعة من الجزائريين وصابوا بلي 80% دونك هما امازيغ. خلاص، شعب الجزائري مسلم والى العروبة ينتسب، هذه قال عبد الحميد باتيس. ثانيا، اتحاد الامازيغ ما قبل الاسلام، من الامازيغ عمرهم ما اتحدوا قبل الاسلام، بالعكس الامازيغ ما قبل الاسلام كانوا متدابزين مع بعضهم البعض. وكنت نتكلموا على التاريخ، نتكلموا على نوميديا، ما نتكلموش على نوميديا الموحده، لان نوميديا الموحده عرفنا كيف بعد نقولها كيف توحدت. عرفوا بلي نوميديا قديمه كانت مقسمه لاثنين، نوميديا الغربية وسكون ابل نوميديا اوكسيدونتال، كان حاكمها لروا سيفاكس اللي حكم كان دار التاج على راسو، كان حاكم بالسولاجان، سيتي ان اغوريد ذاك الوقت، الملك ذاك الوقت عيطولو اغوريد لي بربر، كان زعيم قبيلة. وبنا سيكا هذه وين موجودة ما بين رشقول وعين تموشنت وتفنى، يعني سيفاكس جد الامير عبد القادر الله يرحمه ويسع عليه من يمه. هذه باش تكلموا على تاريخ الامازيغ. الامازيغ ذاك الوقت ما كانوش متحدين، لان سيفاكس كان باغي يحود، كان باغي يوحد تمزغ اللي كانت الحدود تاعها، نقولوا احنا لا نوميدي اوكسيدونتال، كان روايه تقول، الاولى تقول لك من الحدود وتشلف واد اسلي حتى واد ملويه تاع المغرب، ونوميديا الشرقية كانت من الحدود تاع شلف الشرقية حتى لي فرونتير تاع كارتاج. وكان يقول لك نوميديا هذه نولا نوميديا اكسيدونتال الفيجي لو دو تيار تاع من الجيري اكتيال، يعني كانت اكبر من نوميديا الشرقية. هذاك الوقت كانوا ملكان، كان ملك ماسينيسا وكان ملك سيفاكس، اجتهدوا على جلد وحيد امزة، لا تمزة، جلدنا الدبج وبيناتهم على جلد وحيد تمزة. معروف انه في ذاك الوقت كان ما يسمى الحروب اللي قال بينيك، ولا الحروب القرطاجيه. القرطاجيين هما فينيقيين لبنانيين، جاو من الساحل، هما الفينيقي، هما اللي جابوا معهم الكتابه المعروفه، اللغه الكتابه الابجديه، وسيتي دي كوميرسون، وعاشوا مع الامازيغ، ما حاربوناش احنا من بكري، علاقه تاعنا مع الشرق مليحه، المشكل تاعنا مع الضفه ما وراء البحر، باش نكونوا يعني نكونوا منطقيين. الفينيقيين جاو عاشوا معنا، القصه معروفه، الاميره عليسة ولا ديال دون اللي دابست مع خوها، راحت لاسيسيل، ومن لاسيسيل جات لا تونيزي وشرات من مهم عند لوفايا ربس. ذاك الوقت القرطاجيين يعني جابوا القرطاجيين اللي هما الامازيغ، خليط مع الصقليين وخليط مع اللبنانيين، عملوا حضاره كبيره سموها حضاره قرطاج، وكانوا معروفين هما بالتجاره، وكانت القوه تاعهم الضاربه كان البحر. المشكلة صرا بينهم بين 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 الامبراطوريه الرومانيه ذاك الوقت، المشكله كانت في جزيره ايبيريا وفي جزيره الصقليه، ومعروفين الحروب البنيقيه، ومعروف هانيبال بركه، والناس تنجم تروح اليوتيوب تقرا على هانيبال بركه. الامازيغ واش صرا لهم الامازيغ؟ كان الملك ماسينيسا والملك سيفاكس. سيفاكس كان اقوى من ماسينيسا، معروف لو روا سيفاكس اللي ظلموا التاريخ.
سيفاكس اللي كانت اللغة الأمازيغية بون ذاك الوقت كانت لغة رسمية، فلهجة لهجة بور مو سي لهجة شوي بعد نرجعوا ليها. الجهة المقابلة الجهة الشرقية ماسينيسا كانت لا لونغ بونيك ولا اللغة القرطاجية. وأسرى سكيبيو سكيبيو الأفريكا أو سكيبيو الأفريقي المعروف الامبراطوريه الرومانيه باش تطور باش تولي قويه لازم 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 تحطم يحطموا القرطاجيين. فين راهو؟ راهو لسيغا عند سيفاكس. اسكت عند سيفاكس لانه سيفاكس كان اقوى من ماسينيسا، وطلب من سيفاكس باش يدخل معاه في حلف باش يقضوا على ماسينيسا ووحدوا امازيغ ويحاربوا القرطاج. سيفاكس ما حبش، سيفاكس ما حبش لا قالوا لا. زيادة على ذلك سيفاكس كان مزوج مع سوفوني بال وسيتي انفيدان دان غرون جنرال قرطاجي معروف ذو الامور حق ما نجعوش ليهم راهم موجودين في الانترنت. ومعروف انه الحرب اللي دارت ما بين الرومان البونيقيين واللي ضربوا بها الامازيغين مع بعضهم بعض، الرومان باش دخلوا الجزائر حتى ضربوا الامازيغ مع بعضهم بعض، عرفوا النتيجة تاعها كيف كانت انهزام سيفاكس. نعرف خاتمة هانيبال وين ما حكموش الرومان راح لترك هرب، ونعرف بلي ماسينيسا حكم بعد كانت سيفاكس ورف نوميديا، واللغة الرسمية في نوميديا ذاك الوقت كانت تطبق اللغة البونيقية، وحتى اسماء أولاده سماهم أسماء بونيقية صدير كارتاج. هاتسروبال سي با بربر سي سيبينيك. نرجعوا الامازيغ بعد بدا كاع ذوك الثروات اللي تصراو من بعد يوغورتا ومن بعد تاكفاريناس ومن بعد فريميس، المهم صراو ثروات كثيره. الامازيغ خدعوا بعضهم بعض، هذا يخدع في ذا، فريميس خدعوا اخوه، يوغورتا خدعوا بوكيبوكيوس. المهم كي نرجعوا للقصه تاع الامازيغ خدعوا بعضهم بعض. يعني احنا ما توحدناش قبل الاسلام، احنا اللي وحدناه هو الاسلام. الامازيغ عمرهم ما توحدوا شعب قوي، شعب شجاع كي يتحد مع بعضه بعض. لكن الفضل في القيمه اللي صبحت عنده حاليا هو في الاسلام تاعو. احنا ربي عزنا بالاسلام، الامازيغ الامازيغ عمرهم ما كانوا مع بعضهم بعض. ذاكور يكذب عليك الكذب، تاريخ بينا بالامازيغ كانوا يقتلوا بعضهم بعض حروب اهليه طاحنه، هذا يخدع ذا. الرومان عملوا هكا يضربونا بعضنا بعض، شيء معروف. ما نتكلموش على واش صرا بعد بالقبائل الامازيغيه بيناتهم، صنها جامع مغراوة وزناتها معك تاما. يعني صارت هذه دير موليزاني 14 القرن 14 والقرن 13 والقرن 12 كانت سيريا بين كارسي فيلون وليزاجريان اللي كونتر. هذا رب تريباليزم اللي بغاو بعض الناس يرجعوا هنا مع الاكاديمي فرونساز تاع 67 ومع الوا تاع انت شراك ولي لونجو سبون 98. لي لونجو سبون هضر مع شراك قالوا هذوك اللهجات تاع لي بوطون كاع لازم ندخلوهم دخلهم لغه رسميه، شراك ما حبش، حبوا يضربونا احنا الجزائريين. احنا الجزائريين شعب الجزائر المسلمون والى اوروبا تنتسب. انا صنهاجي، هذه قالها صنهاجي. دوك ترجعونا رب تريباليزم، صنهاجا وزناتا وكتاما وجماعه تيزي وزو وجماعه تلمسه وجماعه تشكوبي، نرجعوا رب تريباليزم، رجعوا قبليه ما يسلك حتى واحد فينا على بالي. إذن هذا خطا كبير باش نقولوا بلي ودي الاسلام قبل الامازيغ قبل الاسلام كانوا متوحدين، عمرهم ما توحدوا. يوغورتا كانوا يقولوا تفخ يبقى غير شرعي، الحافظ غير شرعي الماسينيسا ومسيبسا هو اللي داروا في الحكم وقتل ولاد عمو ونخدع. يعني شويه انسان ما يحكيش، خاصه قضيه الهويه. هذا الامر هذا ما بغيتش نهضر معاهم، لكن معليش نقول لكم هذه الحاجه برك باش ما تقولوش باللي ودي الانسان راه يهضر من راسو. نوريها لكم ان شاء الله بربي، لكم تشوفوا فيها الشهاده، يا ربي تشوفوها كيما هكا.
هذه الشهادة تاعي، مون ديبلوم دو بكالوريا، وفرحان به هنايا، مازال ما درتوش ليكيفالون، ما عندي ما ندير به هنا في غرب. على كل حال نخدم خدمة واحدة أخرى الحمد لله. والشعبة راك تشوف بيوشيمي براتيك، بيوشيمي براتيك يعني لا ميكروبيولوجي، على بالي كاسكو صافي دير. انا عارف دو كو جو سي دو كو جو بار على لو جينوم. السلام عليكم، على بروشين ان شاء الله.